السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر وخبر وتعليق. فأما الخبر الأول هو إقالة وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق من منصبه وتعيين السفير عوض حسين وزيرا لوزارة الخارجية السودانية. الجدير بالذكر أن السفير حسين عوض علي شغل مندوب السودان الدائم لدى السوق الإفريقية المشتركة المعروفة بالكوميسا منذ عام 2016. أيضا تمت إقالة كل من والي ولاية كسلة ووالي ولاية القضارف من منصبيهما، وتم تعيين اللواء معاش محمد أحمد حسن واليا لولاية القضارف، بينما تم تعيين اللواء صادق محمد أزرق واليا لولاية كسلة. وما تعليقنا؟ فإنه في الأصل لم توجد حكومة في السودان حتى تقوم بإجراءات الإقالة أو التعيين.